كييف تعلن تدمير مطار فينيتسيا جراء ضربة روسية، والرئيس الأوكراني يطالب الغرب بإمداد بلاده بمقاتلات حربية. الصليب الأحمر يعلن توقف عملية إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية. أداء الصلوات بالمسجد الحرام دون تباعد اجتماعي بعد رفع السعودية معظم القيود المفروضة لمكافحة كورونا. الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت غرينتش، موعد بانوراما إخبارية شاملة نبدأها بعد الفاصل. أهلا بكم. دمر قصف صاروخي روسي مطار فينيتسيا في وسط أوكرانيا اليوم حسب ما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وطالب زيلينسكي الغرب مجددا بإمداد بلاده بمقاتلات حتى تستطيع مواجهة العملية الروسية. العالم لديه قوة كافية لإغلاق سمائنا ضد الصواريخ والمقاتلات وطائرات الهليكوبتر الروسية، لكن إن كان هناك شكوك لدى شخص فأوكرانيا تريد مقاتلات، فهذا أمر سهل في الحقيقة حتى نجعل سماء أوكرانيا وأوروبا آمنة. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت قاعدة جوية أوكرانية بأسلحة طويلة المدى. نفذنا ضربة في صباح السادس من مارس باستخدام سلاح بعيد المدى وعالي الدقة، مما أدى إلى تعطيل قاعدة القوات الجوية الأوكرانية في مدينة ستارو كوستانتاتيف المأهولة بالسكان. يواصل الجيش الروسي ضغطه على جنوب أوكرانيا وكييف في اليوم الحادي عشر من العمليات العسكرية الروسية، وأعلنت موسكو أنها دمرت قاعدة ستارو كوستانتينيف الجوية العسكرية الأوكرانية بأسلحة عالية الدقة طويلة المدى. وأفاد تقرير لهيئة الأركان العامة الأوكرانية بأن الجيش الروسي يواصل هجومه مركزا جهوده الكبرى على محيط مدن كييف وخاركيف شرق البلاد وميكولايف جنوبا. في غضون ذلك هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحرمان أوكرانيا من وضع الدولة إذا واصلت رفضها تلبية المطالب الروسية. إذا استمروا في القيام بما يفعلونه، وقد قلت هذا أيضا، فإنهم يهددون مستقبل الدولة الأوكرانية، وإذا حدث ذلك فلابد أنه سيؤرق ضميرهم. وتطالب موسكو بأن تكون أوكرانيا دولة محايدة وغير نووية بإخلائها من السلاح، بينما تعتبر كييف التي تريد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو أنها غير مقبولة. رئيس بلدية ماريوبول قال إن الوضع في هذا الميناء الاستراتيجي الواقع في جنوب شرق أوكرانيا والمحاصر من القوات الروسية صعب جدا في ظل ما وصفه بحصار إنساني وقصف مكثف. وسيشكل سقوط ماريوبول التي يبلغ عدد سكانها نحو 450 ألف نسمة نقطة تحول في النزاع، لأنه سيسمح بربط القوات القادمة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا بعدما استولت على مينائي بردانيسك وخرسون الرئيسيين من جهة وقوات دونباس من جهة أخرى، وسيتيح لهذه القوات المعززة الصعود باتجاه وسط أوكرانيا وشمالها. ومع تواصل العملية العسكرية الروسية شددت دول الغرب من عقوباتها ضد موسكو، بينما اعتبره الرئيس الروسي بمثابة إعلان حرب، وحذر من فرض منطقة لحظر الطيران فوق أوكرانيا، الإجراء الذي تطالب به كييف ويرفضه الحلف الأطلسي حتى لا يصبح في مواجهة مباشرة مع روسيا. أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر توقف ثاني محاولة لإجلاء نحو 200 ألف شخص من مرفأ ماريوبول الاستراتيجي الذي تحاصره القوات الروسية في جنوب شرق أوكرانيا.
وأفاد الصليب الأحمر في بيان أن ذلك جاء بعد وقت قصير على فتح المنظمة ممرا إنسانيا لإخراجهم. وأفادت السلطات المحلية في مدينة ماريوبول بعدم تمكن قافلة سيارات تقل أشخاص يجري إجلاؤهم من مغادرة المدينة المحاصرة بسبب قصف القوات الروسية المتواصل، بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت. في غضون ذلك، أعلنت الأمم المتحدة فرار أكثر من 1.5 مليون لاجئ من أوكرانيا خلال الأيام العشر الماضية مع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. على خلفية العملية العسكرية الروسية التي تسببت في أكبر أزمة إنسانية في أوروبا منذ عقود، فر أكثر من 1.5 مليون شخص من أوكرانيا إلى الدول المجاورة، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. قرية فولونوفا والتي تقع في منطقة دونستيكا تمكن العديد من سكانها من الفرار إلى قرية مجاورة تحت قصف مدفعي عنيف من قبل القوات المسلحة الأوكرانية. في الشارع الذي أسكن فيه على بعد 300 متر كانت هناك دبابة أوكرانية تطلق النار علينا مباشرة بينما كنا نصلي من أجل حياتنا. ويطالب القرويون بالمساعدة للانتقال إلى مكان أكثر أماناً فراراً من العمليات العسكرية. نحن جميعاً نريد أن نعيش في سلام، لم نؤذي بوتين ولا زيلينسكي، أريد أن يعيش أطفالي في سلام وأن يكونوا قادرين على الذهاب إلى المدرسة أو حتى الذهاب إلى المتجر بسلام. إلى أين أذهب؟ وحقيبة الأشياء التي أحملها هي كل ما أملك، هي كل ما لدي. بولندا تقول إنها استقبلت بالفعل حوالي 700,000 لاجئ، وفي محطة الحافلة الغربية في وارسو تم افتتاح مركز استقبال للاجئين لتقديم المعلومات والوجبات المجانية والمساعدة الطبية، وهناك سكان محليون فتحوا منازلهم لاستضافة اللاجئين. ومع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستستمر أزمة اللاجئين، وسط مخاوف من أن المزيد من موجات النزوح ستكون أكثر تعقيدا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت إن بلاده ستواصل السعي لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية حتى لو كانت فرص النجاح قليلة. تصريحات بنت جاءت خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية بعد ساعات من عودته من اجتماع مفاجئ مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموسكو، حيث ناقش الزعيمان العملية العسكرية في أوكرانيا. وقال بنت إن إسرائيل تستعد لموجة هجرة من الأوكرانيين الفارين من الحرب. أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تعمل جاهدة للتوصل إلى اتفاق مع بولندا لتزويد أوكرانيا بطائرات حربية. وأشار بلينكين خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو إلى أنه يجري العمل على سرعة إنهاء الأزمة في أوكرانيا، بينما قالت ساندو إن مولدوفا استقبلت أكثر من 200,000 لاجئ أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. في وقت تشهد فيه مولدوفا موجة لاجئين من أوكرانيا ويخشى أن تتعرض لتهديد من موسكو، زار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الدولة الصغيرة الواقعة على الحدود الغربية لأوكرانيا في إطار جولة بشرق أوروبا لإظهار دعم واشنطن. بلينكين أكد خلال اجتماعه مع رئيسة الوزراء الأوكرانية ناتاليا جافوليتا في مولدوفا أن الجميع يريد وضع نهاية لهذه الحرب، مؤكدا الدعم الأمريكي لمولدوفا حتى تتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو قال بلينكين إن الولايات المتحدة تدعم تطلعات مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكن هذا الأمر يقارره التكتل الأوروبي. ندعم طموحات مولدوفا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ونرحب بعملها في هذا الاتجاه، كما نعمل مع مولدوفا عن كثب وسنقوم بتقديم العون لها في هذا السياق. وعلى مدار العام الماضي قدمنا مساعدات أمنية لأوكرانيا تقدر بمليارات الدولارات، وذلك أكثر من أي دولة أخرى.
من جانبها أكدت رئيسة مولدوفا أن بلادها في حاجة إلى دعم دولي في ظل تفاقم أزمة اللاجئين، حيث استقبلت أكثر من 200 ألف لاجئ من أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. استقبلنا 200 ألف لاجئ أوكراني منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ولذا ينبغي على المجتمع الدولي سرعة التدخل لإحلال السلام في أوكرانيا، ونؤكد ضرورة تقديم العون للاجئين من أوكرانيا حيث أنه لا يمكن تجاهل معاناتهم. وتقول مولدوفا إن أكثر من 230 ألف لاجئ عبروا حدودها من أوكرانيا منذ بدء الحرب يوم 24 من فبراير الماضي، ما أدى إلى إجهاد خدماتها الاجتماعية. زار مسؤولون أمريكيون فنزويلا أمس للقاء حكومة الرئيس نيكولاس مادورو سعياً لتحديد ما إذا كان كاراكاس مستعدة للتراجع عن علاقتها الوثيقة مع روسيا بعد عملياتها العسكرية في أوكرانيا. وقال مصدر مطلع إن هذه المحادثات لم تسفر عن الوصول لاتفاق، ولم يتضح ما إذا كان سيتم عقد اجتماع آخر. وتعد هذه الزيارة أرفع زيارة أمريكية لفنزويلا منذ سنوات بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وسط حملة من العقوبات الأمريكية بهدف الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو. اتهمت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم القوات الروسية باستهداف المناطق المأهولة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن شدة المقاومة هي التي تبطئ التقدم الروسي. من جانبه حث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الزعماء الآخرين على الانضمام إلى خطة من 6 نقاط للرد على العمليات العسكرية في أوكرانيا تتضمن تقديم دعم إنساني، علاوة على إلحاق أكبر ضرر ممكن بالاقتصاد الروسي. تجمع آلاف من الأوكرانيين والأمريكيين من أصل أوكراني في ساحة تايمز الرمزية في نيويورك للمطالبة بتدخل حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أوكرانيا. وحمل المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء العملية العسكرية الروسية وبفرض منطقة حظر طيران، وتدعو إلى إيقاف بوتين وتوفير مزيد من الدعم العسكري والمساعدات الإنسانية لأوكرانيا. كما تظاهر مئات الأشخاص في لندن مطالبين بإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وداعين إلى إحلال السلام وسط مجموعة من الأعلام الزرقاء والصفراء التي تمثل أوكرانيا. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بشأن سلامة السفن. يهدف مشروع القانون إلى إلزام كل مالك أو مستغل لسفينة أو وحدة بحرية مصرية اختار الجهة المختصة بما يرد عليها من تصرفات سواء بالبيع أو الإيجار، مع وضع عقوبة رادعة حال مخالفة ذلك، وذلك بهدف تمكين الجهات المختصة من متابعة جميع التصرفات التي تتم على السفن والوحدات البحرية وإعداد قاعدة بيانات محكمة لذلك، بما يضمن فرض الرقابة اللازمة على تلك السفن والوحدات البحرية لمنع ارتكاب الأعمال غير المشروعة بواسطة تلك السفن. تواصل أجهزة وزارة الداخلية بالتعاون مع قطاع الأمن المركزي جهودها الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد. جهود متميزة لأجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال شهر، حققت خلالها الأجهزة الأمنية نجاحات كبيرة في مكافحة شتى صور الجريمة، فمن خلال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن ضبط 1806 عنصرا إجراميا ومصرع 23 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق 25 مديرية أمن، وسبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها
سلاح، قتل، مخدرات، سرقة. وبحوزتهم 1058 قطعة سلاح ناري، من بينها رشاش، 155 بندقية آلية، 154 بندقية خرطوش، 50 مسدسا، و696 فرد محلي، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة. وفي مجال استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقة بحيرة منزلة بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد، ومنطقة السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية، تم ضبط 238 متهما وضبط معهم أسلحة نارية ومواد مخدرة. وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال شهر 4565 قطعة سلاح ناري غير مرخصة بحوزة 3809 متهم، من بينها جرينوف ورشاشان، و616 بندقية، و434 بندقية آلية، و239 مسدسا، و3273 فرد محل الصنع، وعدد من الطلقات، و590 خزينة، إضافة ل 5885 قطعة سلاح أبيض. كما تم ضبط ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة وبها أسلحة نارية وأدوات التصنيع. وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، نجحت أجهزة الوزارة في ضبط 57 تشكيلا عصابيا ضموا 222 متهما، قاموا بارتكاب 276 حادث متنوع. كما تم ضبط 590 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وكشف غموض 291 حادث ما بين خطف وقتل وسرقة بالإكراه وحريق عمد وانتحال صفة، وضبط مرتكبها بإجمالي 413 متهما. كما تم إعادة 3 سيارات مبلغ بسرقتها. وترسيخا لمبدأ سيادة القانون، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 2,458,447 حكما قضائيا متنوعا، من بينها 9,797 حكم جناية، من بينها 5 أحكام بالإعدام، و497 حكما بالسجن المؤبد، وعدد 751,067 حكما جزئيا، و 125,526 حكما مستأنفا، و 1,229,891 حكم غرامة، و 342,166 حكم مخالفة. أعلنت وزارة الصحة خروج 1432 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 419,894 حالة. وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 1113 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحليلها للفيروس ووفاة 10 حالات، وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 489,876 حالة و 24,172 حالة وفاة.
أدى المصلون بالمسجد الحرام الصلاة دون تباعد جسدي، وذلك بعد قرار وزارة الداخلية السعودية رفع الإجراءات الاحترازية وإيقاف تطبيق التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع والمساجد، مع الاستمرار في الالتزام بارتداء الكمامة فيها. الله أكبر الله أكبر. بدون تباعد جسدي يؤدي المصلون بالمسجد الحرام الصلاة بعد قرار وزارة الداخلية السعودية رفع الإجراءات الاحترازية وإيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها. ففي خطوة تشير إلى أن الجائحة على وشك الانتهاء، ألغت المملكة العربية السعودية غالبية القيود الصارمة المفروضة على كثير من المسافرين الوافدين، ما يمهد لقدوم مئات آلاف المعتمرين المحصنين دون تكبدهم تكاليف إضافية. ورغم إلغاء معظم القيود، يوفر المسجد الحرام بيئة صحية وأمنة، حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام 9 مرات يومية، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى نواحي البيت العتيق من خلال أجهزة تكييف خاصة، كما تتم عملية تنقية الهواء بنسبة 100% من خلال عدة مراحل، منها سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام بواسطة مراوح السحب، حيث يوجه الهواء للفلاتر التي يتم تنظيفها يوميا. كما يواصل أكثر من 4000 عامل وعاملة القيام بأعمال تطهير المسجد الحرام وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين، حيث يتم غسله 10 مرات يوميا باستخدام أحدث الآليات. وفي سياق متصل، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإزالة ملصقات التباعد الجسدي داخل المسجد الحرام التي اعتمدتها الرئاسة مع بداية جائحة فيروس كورونا. وفي إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، نفذت الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي 8 فرضيات ميدانية لعمليات تعقيم السجاد والأسطح والأجواء وتوزيع الكمامات ورفع كفاءة الفريق الميداني للتعامل مع جميع المتغيرات التي قد تحدثها تطورات جائحة كورونا. السلام عليكم ورحمة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من جدة الأستاذ مختار شعيب، مدير مكتب الأهرام بجدة. أستاذ مختار، بعد التحية، كيف تابعت الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية برفع معظم القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19؟ الحقيقة أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. الحقيقة هذا مهم جدا، وهو من أهم الإجراءات التي تم اتباعها من قبل المملكة فيما يتعلق بإجراءات مواجهة كورونا، لأنه المملكة كانت خلال العامين الماضيين قد اتخذت العديد من الإجراءات الصارمة لمواجهة كورونا، ونجحت إلى حد كبير في مواجهة هذه الجائحة. هذه القرارات لها مجموعة من التأثيرات الإيجابية، من أهمها دخول المعتمرين وعودة العمرة مرة أخرى بكثافة إلى المسجد الحرام وإلى الأماكن المقدسة في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة. الأمر الثاني أنه هذا القرار شمل مسألة الاستغناء عن فحوصات كورونا PCR وغيرها من هذه الفحوصات، بشرط أن يكون الزائر إلى المملكة من المحصنين على المرعتين من لقاح كورونا، وهذا أمر جيد. الأمر الثاني أنه سيؤثر ذلك أيضا على تنشيط حركة السياحة إلى المملكة وتنشيط حركة الطيران. حضرتك تعلمي أنه كان في طيران قد تأثر بشدة خلال العامين الماضيين بسبب إيقاف الرحلات أو تعطلها ما بين مصر وما بين عدد من الدول العربية والإسلامية، 57 دولة إسلامية والمملكة العربية السعودية، وبالتالي مثل هذا القرار يعيد الحياة مرة أخرى لشركات السياحة والحج والعمرة وايضا الى شركات الطيران.
الأمر المهم أيضا الآخر إنه حركة التجارة البينية أيضا كانت قد تأثرت خاصة في سلاسل الإمداد وغيرها، وبالتالي هذا الأمر يشجع على عودة التصدير والمعارض التجارية ما بين مصر والسعودية وما بين عديد من الدول العربية والإسلامية والمملكة العربية السعودية. فهذا القرار مهم جدا في مثل هذه الأمور، لأنه بصراحة حدث تطور مهم في المملكة العربية السعودية وكثير من الدول الإسلامية في مواجهة كورونا، وعجلة الإنتاج والنشاط الاقتصادي ستعود مرة أخرى بسبب مثل هذه القرارات. نعم، أشكرك الأستاذ مختار شعيب مدير مكتب الأهرام بجدة، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19 عاما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عند بوابة حوطة بالمدينة القديمة بالقدس المحتلة، وزعمت الشرطة الإسرائيلية أن إطلاق النار جاء بعد قيام الشاب الفلسطيني بطعن شرطيين في القدس، مشيرة إلى أن الشرطيين أصيب بجروح طفيفة، أحدهما جراء الطعن والآخر أثناء إطلاق الشرطة النار. اتفقت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على خطة مدتها 3 أشهر ستعمل على حل المشكلة العالقة منذ فترة طويلة والخاصة بجزيئات اليورانيوم التي عثر عليها في مواقع قديمة ولكن غير معلنة في البلاد، ما يزيل عقبة أمام إحياء الاتفاق النووي الإيراني. أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران توصلهما إلى مقاربة بشأن حل قضايا عالقة بينهما، ما قد يدفع قدما جهود إحياء الاتفاق النووي. كما رأيتم أجرينا مفاوضات جيدة في إيران وتمكنا من الاتفاق على بيان مشترك سيكون مرشدا لخطواتنا للأشهر المقبلة. كانت طهران قد طالبت خلال محادثات فيينا بإغلاق ملف عالق ضدها لدى الوكالة يتعلق بالعثور على مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها، معتبرة أن وضع حد لهذا الملف هو شرط لإنجاز تفاهم. Until we have all the إلى أن يكون لدينا كل القدرات التي نرى أنها يجب أن تتوفر لدينا، نحن في وضع صعب للغاية، لكن يجب أن أقول إن الظروف تتطور ويجب ألا أغض الطرف عن ذلك، هناك تغير أفضل ونمضي فيه وآمل في علاقة أكثر تعاونا مع إيران. وبينما كانت محادثات إحياء الاتفاق النووي تبلغ مراحل حاسمة، دخلت أزمة الغزو الروسي لأوكرانيا على الخط مع طلب موسكو ضمانات مكتوبة بألا تؤثر العقوبات الغربية المفروضة بحقها على تعاونها مع طهران في حال إحياء الاتفاق، ما قد يعقد المفاوضات بل وربما ينسفها بالكامل. كان المعنيون بمفاوضات فيينا قد أكدوا أن الاتفاق بات قريبا مع تبقي نقاط خلافية، بينما عبر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن أمله في تحقيق نتائج هذا الأسبوع، توقعت بريطانيا قرب إتمام الاتفاق. ويعتبر الغربيون الأيام القليلة المقبلة حاسمة للتفاهم، لا سيما في ظل تسارع الأنشطة الإيرانية، ويرى محللون أن الغرب قد يترك التفاوض في حال عدم إنجازه سريعا. أعلنت كوريا الشمالية اليوم أنها أجرت اختبارا مهما آخر لتطوير قمر استطلاع صناعي، وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن الإدارة الوطنية لتطوير الفضاء الجوي وأكاديمية علوم الدفاع في البلاد أجريتا اختبارا مهما آخر في إطار خطة تطوير قمر استطلاع صناعي. وأضافت الوكالة أنها أكدت من خلال الاختبار موثوقية نظام نقل البيانات واستقبالها للقمر الصناعي ونظام قيادة التحكم وأنظمة التحكم الأرضية المختلفة. بانوراما المتواصلة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الاقتصاد. مؤتمر بعنوان المرأة المعيلة في الجمهورية الجديدة يبحث سبل تقديم الدعم للمرأة المعيلة وتمكينها اقتصادياً.
وإلى أخبار المال والأعمال، تفاصيل أخبار الاقتصاد في بانوراما الرابعة، ومباشرة إلى زميلي حسام الدين عاطف. إليك حسام. أشكرك غادة، شكرا جزيلا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الباقة الاقتصادية، أهم ما فيها. المركز الإعلامي ينفي احتواء البنزين على منغنيز ومعادن أخرى تؤدي لأعطال السيارات. أهلا بكم من جديد. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن احتواء البنزين على منغنيز ومعادن أخرى ما يتسبب في أعطال السيارات المختلفة. ومن جهتها شددت وزارة البترول على أن كافة منتجات البنزين بأنواعه، سواء التي يتم إنتاجها محليا أو استيرادها من الخارج، سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية وخالية من المنغنيز أو أي معادن أخرى. وأشارت الوزارة إلى أن البنزين يخضع لعمليات مراجعة وتحليل دقيقة ومستمرة قبل دخول المستودعات الرئيسية والفرعية لشركات التسويق للوزارة، وسط وجود فرق تفتيش بصفة دورية من هيئة البترول للرقابة على جودة المنتجات البترولية المختلفة. على صعيد آخر، قال وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا إن تنفيذ برامج التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف هي نقطة انطلاق هامة نحو التحول للطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات. جاء ذلك خلال توقيع وزارتي البترول والكهرباء على مذكرة تفاهم مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتقييم اقتصاديات الهيدروجين منخفض الكربون في مصر. وأكد الملا أن توقيع هذه المذكرة يعد خطوة حيوية نحو الاستفادة من فرص الهيدروجين في مصر، والتي تتطلب تعاونا مكثفا ودراسات بالاستعانة بكبريات المؤسسات الدولية. أعلن وزير المالية محمد معيط أنه جاري ربط كل أجهزة الدولة إلكترونيا لحوسبة كل العمليات المالية لتحقيق الانضباط المالي. جاء ذلك خلال مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي. الصحافة المصرية لها دور هام في تثقيف المواطن بما يجري على أرض الواقع، ومن هنا نظمت مؤسسة الأهرام مؤتمرا تحت عنوان التأسيس للجمهورية الجديدة، رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي، حيث تحدث خلال المؤتمر وزير المالية عن توجه الدولة عن الشمول المالي وتطبيق المدفوعات الإلكترونية في شتى فروع الاقتصاد المصري. لقد أسهم تطبيق منظومة الإدارة الإلكترونية لنظام إدارة المالية العامة للدولة GFMIS بالجهات الموازنية، وربطها بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني GPS وحساب الخزانة الموحد TSA في إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية من كل عام. ومن المستهدف هذا العام تطبيق منظومة GFMIS على الهيئات الاقتصادية بشكل تجريبي خلال الفترة من مارس حتى نهاية يونيو هذا العام. المجتمع اللانقدي ده بيوفر حاجات كتيرة جدا، وبيخلي الاقتصاد المصري على الشاشة، بيقلل من نسبة الاقتصاد غير الرسمي، بيقلل من نسب التهرب، بيقلل من عمليات غسيل الأموال، بيقلل من حاجات كتيرة جدا، بيعطي سرعة كبيرة جدا للمتعاملين ومرونة كبيرة جدا للمتعاملين. من جانبه تحدث ممثل البنك المركزي بالمؤتمر عن حجم الاستثمارات في نظام الرقمنة، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الأوراق المالية وتحويل مصر إلى مركز لصناعة التكنولوجيا الرقمية. قامت منصة فينتك إيجيبت التابعة للبنك المركزي بإصدار تقرير منظور التكنولوجيا المالية في مصر 2021، الذي يعد أول تقرير متكامل يرصد تطورات التكنولوجيا المالية في السوق المصري. وقد كشف التقرير عن حجم النمو غير المسبوق الذي شهدته مصر في هذا المجال على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث زاد حجم استثمارات التكنولوجيا المالية من مليون دولار في 2017 إلى 159 مليون دولار في 2021. وقال وزير المالية خلال جلسات المؤتمر إنه بحلول العام القادم سيتم ربط كافة أجهزة الدولة إلكترونيا لحوسبة كافة العمليات المالية لتحقيق الانضباط المالي.
تماسك اقتصاد أي دولة يعتمد على رؤية واضحة للتطوير، بحيث يتوافق هذا الاقتصاد مع متطلبات العصر المعتمدة في الأساس على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة. أشرف مبارك، النيل. وننتقل إلى العراق، ففي زيارة له بحث وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي مع نظيره العراقي مهدي رشيد الحمداني بحث التقدم في التعاون المشترك في مجالات الموارد المائية وإدارة المياه. وأكد وزير الري المصري أن مشاركته للمرة الثانية في مؤتمر بغداد الدولي الثاني للمياه تأتي تعبيرا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين، حيث تشهد العلاقات زخما وتطورا كبيرا، وبصفة خاصة في مجال نقل الخبرات الخاصة بالتكيف مع التغيرات المناخية. على صعيد آخر، أكدت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد أهمية زيارة الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر، وأشارت الوزيرة إلى أن التعاون القائم مع الصندوق من خلال المشروع القومي لحماية الدلتا والذي يموله الصندوق لحماية الساحل الشمالي الغربي وصل تكلفته إلى حوالي 32 مليون دولار. في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف 27 للتغيرات المناخية نهاية العام الجاري بشرم الشيخ، عقدت وزيرة البيئة مؤتمرا صحفيا في إطار الزيارة التي يقوم بها الرئيس التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر لمصر. من ضمن الحاجات اللي اتناقشنا فيها برضو ما هي مجموعة المبادرات اللي يقدر الصندوق ان هو يساعد جمهورية مصر العربية فيها لإطلاقها في القاب على غرار ما تم في قاب 26، وثالث حاجة بقى هي آليات دخول القطاع الخاص في مشروعات التصدي لآثار تغير المناخ، وهناك ميزة نسبية للصندوق الحقيقة في هذا العمل مع كثير من الدول وكيفية تكرار ذلك في جمهورية مصر العربية. يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون مع الصندوق، خاصة في ضوء الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية وقائمة المشروعات التي يمكن التقدم بها لتمويلها من خلال الصندوق. سعيد بأول زيارة لي للقاهرة خلال تولي مهمتي الحالية، ونسعى من خلال لقاءاتنا مع شركائنا المصريين لوضع أجندة قمة المناخ القادمة بشرم الشيخ، وأن يكون على رأس ملفاتها التحول نحو الطاقة الخضراء والحد من انبعاثات الكربون والحفاظ على البيئة النظيفة. يمثل اللقاء فرصة جيدة في إطار استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، حيث تعد وزارة البيئة نقطة الاتصال الوطنية مع صندوق المناخ الأخضر لضمان حصولها على أكبر قدر من التمويل لمشروعات تغير المناخ وضمان فعالية الموارد المخصصة لتغير المناخ التي تحصل عليها جمهورية مصر العربية. تحضيرات وتجهيزات تستعد من خلالها مصر لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ، والذي تؤكد من خلاله على أهمية قضايا البيئة لأنها تعتبر من أهم التحديات أمام التنمية المستدامة في المجتمع سواء على المستوى المحلي أو الدولي. منذر أبو دوح، النيل. وبهذا التقرير مشاهدينا الكرام ننهي هذه الوقفة الاقتصادية في بانوراما الرابعة، ولكن لدينا مزيد من القراءة السياسية مع الزميلة غدا فاروق. تفضل يا غدا. أشكرك حسام، أهلا بكم من جديد. نظمت كتلة ستات وشباب قد التحدي مؤتمرها الذي جاء تحت عنوان المرأة المعيلة في الجمهورية الجديدة بمشاركة ممثلي المجتمعات الأهلية، بهدف تقديم الدعم للمرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديا لعيش حياة كريمة وتسويق منتجاتها اليدوية والحرفية التي تميزت بها. في إطار دور الجمعيات الأهلية لدعم المرأة المعيلة وتنمية مهاراتها الإنتاجية ومساعدتها على تحمل أعباء الحياة، جاء مؤتمر المرأة المعيلة في الجمهورية الجديدة، والذي نظمته كتلة ستات وشباب قد التحدي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وعدد من السيدات المعيلات، بهدف تحفيزهم على تنمية قدراتهم التنموية وتلبية احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية. عملنا وصلات مياه، عملنا أجهزة طبية في مستشفيات، عملنا يعني إطعام الطعام للأكثر احتياجا. الحمد لله الكتلة كلها وبجهود ذاتية قايمة بدور مهم جدا في دعم وتنمية الأسرة المصرية. فترة طويلة أدخلنا مؤسسات المجتمع المدني في منظومة العمل العربي المشترك، وأصبحت هنالك إدارة مختصة في جامعة الدول العربية عن مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة في هذه المرحلة، المرحلة اللي بتمر بها المنطقة العربية وتحتاج لهذه الشراكة بين
الحكومات بين مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة العربية. وعلى هامش المؤتمر أقامت كتلة شباب بأد التحدي معرض المرأة المعيلة، والذي شمل المنتجات والحرف اليدوية التي قامت بها السيدات بمهارة وبجودة عالية. استفدت منها جامد جدا، لأني ما كنتش بعرف أسوق شغلي، وما كنتش لاقي حد يعني يشوف شغلي ويشوف يشجعني، فدي حاجة بصراحة يعني كانت جميلة جدا، وفرصة ليا كبيرة جدا ان انا اعرض شغلي لناس كتيرة ويشوفوها وتعجبهم. يعني الهاند ميد اللي انا بعملها دي والله فيها عائق كبير جدا الحمد لله، يعني وبدخل لي يعني هو مش حلو يعني مش قوي، بس الحمد لله فاتح، يعني انا مبسوطة عشان انا ده لقيت نفسي فيه، وفي نفس الوقت بشتغل والناس بيعجبهم الشغل بتاعي الحمد لله. كتلة شباب أد التحدي مبادرة شارك فيها مجموعة من سيدات وشباب وطلائع مصر للعمل التطوعي والخدمي والتأهيل لدعم جميع فئات المجتمع المصري. مؤتمر المرأة المعيلة في الجمهورية الجديدة أكد على دور مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني في دعم المرأة المعيلة وتنمية مهاراتها بما يمكنها اقتصاديا لحياة كريمة وتمثل طاقة منتجة داخل مجتمعاتها، باعتبارها نموذج للمرأة المصرية القادرة على تحدي الصعاب بالعزيمة والإرادة القوية. أحمد ممدوح، أني. وصل أكثر من 100 من أقلية الروهينجا المسلمة في حالة بائسة إلى شاطئ في إقليم أتشي الإندونيسي بعد رحلة استغرقت أسابيع في البحر. وساعد قرويون 114 من أقلية الروهينجا كانوا يستقلون قاربا خشبيا متهالكا على الهبوط، ثم أبلغوا السلطات بوصولهم. وبحسب السلطات الإندونيسية يعاني المهاجرون من ضعف شديد بسبب الجوع والجفاف بعد رحلة شاقة وطويلة في البحر. بانوراما النيل ما زالت مستمرة معكم ونتابع فيها بعض أخبار الرياضة. مهرجان دندرة للموسيقى والغناء يختتم فعاليته بمحافظة قنا. بحضور وزيرة الثقافة. شهد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أشرف الدودي محافظ قنا ختام فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء، المهرجان الذي استمرت فعالياته على مدار 3 أيام بمحافظة قنا وحضره أكثر من 20,000 مشاهد. بحضور وزيرة الثقافة ومحافظ قنا اختتم مهرجان دندرة للموسيقى والغناء فعاليته بحفل للفنان السوري طارق طرقان وأبنائه، والذي قدم عددا من الأغنيات الشهيرة للأطفال. مبهورين فيها نحن، بالنسبة لنا أولاد البلدان العربية نعرف مصر بأثارها ببناسها، إما عن طريق الأدب وإما عن طريق التاريخ نفسه، فهلأ أنه نكون بقلب التاريخ شيء رائع. مكان طبعا ساحر، المعبد دندرة من أهم المعابد الموجودة في مصر، يعني ما فيش أجمل من كده، مكان ساحر يتعمل فيه مهرجانات، وما فيش أجمل من إحنا نلاقي جمهور بالعظمة دي وبالأعداد الجميلة دي وجمهور مستمع عظيم 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 بجد. المهرجان لاقى إقبالا جماهيريا كبيرا من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة لها. مهرجان دندرة الثقافي والغنائي تعتبر فرحة لكل حد في قنا، مستناه من السنة للسنة، من أول سنة اتعمل فيها وكلنا كنا مستنيين وزعلنا خالص لما اتلغى بسبب جائحة كورونا، والسنة دي الإقبال عليه يعني جايين من آخر الدنيا والله عشان يحضروا الحفلات، ورغم ان يعني بالليل عندنا مواصلات برضو بتبقى مش قوي، لكن الناس متحملة انها ترجع بالليل متأخر في سبيل انها تحضر كل الحفلات بتاعة المهرجان. حاجة تشرف لمصر كلها، حاجة للعالم كله، تقول ان احنا في بلد في الأمن والأمان تحت القيادة السياسية، حاجة ما شاء الله، يعني حاجة كده كلنا فرحانين بها كصعيد كله، عموما كل فرحان بالمهرجان، كله بيشوف مصر النهاردة بحاجة مشرفة.
يذكر أن برنامج فعاليات الدورة الثانية من مهرجان دندرة جمع أشكالاً إبداعية متنوعة ضمت ثلاث حفلات ضخمة على مدار ثلاثة أيام. بنجاح منقطع النظير ووسط إقبال جماهيري غير مسبوق، اختتم مهرجان دندرة للموسيقى والغناء في دورته الثانية فعالياته في ملحمة ثقافية وإبداعية وفنية كان بطلها الحقيقي هو الجمهور من أبناء محافظة قنا والمحافظات المجاورة لها. من داخل معبد دندرة بمحافظة قنا، أمل صبري، النيل. مشاهدينا، وبهذا التقرير نكون قد وصلنا إلى ختام بانوراما النيل، وإليكم تذكرة بأبرز العناوين. كييف تعلن تدمير مطار فينيتسيا جراء ضربة روسية، والرئيس الأوكراني يطالب الغرب بإمداد بلاده بمقاتلات حربية. أنباء عن بدء إجلاء المدنيين من مدينة ماريوبول الأوكرانية في ظل وقف مؤقت لإطلاق النار. أداء الصلوات بالمسجد الحرام دون تباعد اجتماعي بعد رفع السعودية معظم القيود المفروضة لمكافحة كورونا. تفاصيل أكثر على موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.